كذلك الكابتن عبد الله عبد السلام، اللي الحقيقه الاثنين في فتره ابتعادهم عن النادي الاهلي صنعوا تاريخ لانديه اخرى، وتاثر بالفعل النادي الاهلي بغيابهم، لان بالفعل لاعبين على مستوى عالي جدا من الناحيه الاحترافيه وكمان الناحيه الفنيه وكمان الجوانب الانضباطيه والروح الرياضيه العاليه اللي دايما بالنادي بيها. استكمالا للحلقه اللي فاتت قلنا فكره ثقافه الفايز وثقافه المهزوم، كابتن عبد الله عبد السلام بيدي انطباع او بيدي رساله لفكره ازاي لما تفوز تتصرف في المواقف دي. عندنا لقطات شهيره طبعا للكابتن عبد الله عبد السلام وهو مع لاعب من لاعبي نادي الزمالك الواعدين ولاعب جيد جدا هو الكابتن هيكل. نشوف فيديو الكابتن عبد الله عبد السلام عشان نعرف يعني ايه ثقافه الفوز. زي ما حضراتكم شايفين اللقطه طبعا هو اللي على الجانب الايسر، طبعا الفريق لما يكون لاعب جيد ولاعب بتكلم عن لاعب الزمالك طبعا ولاعب كان مؤثر جدا في المباراه والحقيقه لاعب ممتاز جدا طبعا بيعز عليه فكره خساره لقب، فبيكون الامر صعب عليه، لكن هي دي ثقافه لاعبي النادي الاهلي وفكره لاعبي النادي الاهلي، لان في النهايه هي دي الرياضه، هي دي الروح الرياضيه. فكره النهارده انت منهزم بنقول لك هارد لك، بتكسب بنقول لك مبروك. الفكره كلها ان جيل النادي الاهلي في الطايره جيل اسطوري، فعارف يعني ايه فكره بطولات وحصد القاب، فبالتالي برضه عارف يعني ايه فكره ان هو يدعم الفريق المهزوم ويقف جنبه. اعتقد رساله مهمه جدا من احد كباتن النادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي في الكره الطايره فارس. بص يا احمد، دي لقطه بتعكس حاجه اسمها الاتزان النفسي. انت بطل ومهيئ ومستوعب فكره ان انت بطل وان انت فعلا المؤهل للبطوله، ازاي بتقدر نفسيا تحول المشاعر بتاعه الانتصار، واصعب حاجه انك تسيطر على حد من ساعه الخساره، لا ده ساعه الانتصار، لان انت بيكون عندك كل المشاعر النفسيه اللي تقدر تخليك تكون حاسس بالغرور او الانفلات او التعالي. دي مش ثقافه النادي الاهلي، بالعكس اللاعب اللي بيقدر كويس جدا يروح للاعب المنافس. وزي ما انت قلت يا احمد ملحوظه كمان مهمه، ان ده لاعب متفوق في الفريق الاخر، مش مجرد حتى لاعب عادي، فانت كمان بتروح للاعبين المؤثرين، نوع من ان انت عارف ان الرياضه منافسه. بس هل دي لحظه وليده الصدفه؟ اكيد في النادي الاهلي لا، لان شفنا شريف اكرامي استعرضنا الحلقه اللي فاتت ونقدر نعرض الصوره عماره وهو ازاي شريف اكرامي بيقابل اللاعبين بتوع الزمالك في مباراة السوبر القبل الماضية، وإزاي بيعمل دور القائد ودور النادي الأهلي في إن أنت عارف يعني إيه فوز قبل ما تكون عارف يعني إيه هزيمة، ومشاعر الفوز والاتزان النفسي اللي بيكون موجود عند الفوز. ودي رسالة لكل الناس، دي المشاعر اللي إحنا برضو كإعلام، لأن الإعلام انعكاس ومردود بيبروزها، عشان كده رسالة ضمنية لبعض الصفحات دون حديث عن أسمائها، وهي كبيرة رياضياً. اللقطات اللي انت بتجيبها ممكن تثير تعصب، ده مش وقتها، نتمنى نبروز اللقطات الجيدة عشان تبقى رسالة مجتمعية لكل الناس ان لازم نبروز اللقطات الجيدة ونتجاهل اي حاجة فيها اساءة وما نحطش سبوت عليها. قاعدة الرياضة يا فارس تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة، واعتقد النادي الاهلي بيطبقها بشكل زي ما شفنا حضراتكم سواء على مستوى كرة الطائرة او على مستوى كرة القدم، ثقافة فوز وايضا موجود ثقافة هزيمة.